قال ست الناس يا لما تروحي يا اخ كيف انك علك طيبه من الاخر انا مشتاق لك يا ما فيش ومني قريبه هاك كشواق بحجم الدنيا يا طاج راسي وقيمه الهيبه عارفه وحاتك يمه بريدك وفاقدك جدا في حوش طيبه هلا وحاتك يا هالغربه هي فرقتنا وطالت الغيبه ولدك لسه مصادم الدنيا ولسه باله وقلبه عليكي ولسه عفوكي يا هو العافيه وكيف بتذكر نور عينيكي من سافرت براك يا قلبي كنت متشجع ومشتاق ليكي ولسه بطره وداعك فيني واخر قهوه وحين يديكي بابنا اللي كان حاضرنا بنبكي عارف كان احساسي فيكي غصبا عني وحياتك فوتة وفوتة وداير كنت اجيكي كيف الحال بسال يا روحي علق عافيه ان شاء الله شديده يا انفاسي وقت اتضايق يا ستروحي القلب بريدة عيب والله ما تخش تفاتري وعارفك ما بتحويكي قصيدة بس أشواق في خاطر الرحلة أمي الملكة فيني وحيدة يا سامعني وقت ما أهمس باب الغربة تكسر قيدة يوم ما نسيت ما شفتي أقول لك كل ما كل ما أسهج شايلك صورة في أركان الروح الجوة وبين شهقاتي بتلعبي كورة وكان بتونس بيك للوحشة وقاسية وحياتك جات مزعورة في حاجات جاي طمود داخلة شايفي كوال على النار شان ندفة وبين عكران الكون الربكة برضو وحياتك كنت الأوفة يا أنسى من الصيف الحارق ليك غناوي وطعم الإلفة قلبي جاسر ما بيتهزة هسا وحياتك جات الخفة أبقي شديدة يا هسا عادتي وهسا الشوق في الليل والضفة يا أخ مشتاق لك.